تتابع وظائف الكبد ثلاثة، وظائف هامة أخرى: تخزين الفيتامينات. يحول الكبد بروفيتامين ألف إلى فيتامين ألف. وأيضا يحول كاروتين إلى فيتامين ألف. ويقوم بتخزين فيتامين دال. وفيتامين باء 12. تمثيل الهرمونات. الكبد يسبب تثبيط الأنسولين، ويحول رباعيود الثيروكسين الأقل نشاطا، إلى ثلاثيود الثيروكسين الأكثر نشاطا. التخلص من السموم. كل المواد السامة التي تؤخذ مع الطعام يتم إبطال مفعول سميتها. وبعدها يتم إخراجها في أملاح الصفراء.